ما قبل دور نصف النهائي. كريم اليوم موعد آخر، ديربي آخر، قراءة أخرى نواجه منتخب المصري، كيف تشوف ربما المقابلة هذه وكيف نجم نحكيه على مباراة تونس ومصر؟ في منتخب مصر يظهر لي تول يعني ظاهر يعني الاوراق بالنسبه لمنتخب مصر والمنتخب التونسي الزوز. احنا الشيء اللي واخدينه على المنتخب المصري بتطرح على مستوى الفرديات، يعني نقولوا احنا المنتخب المصري اتفرجنا عليه اخر مباراه كان عنده عقم هجومي مش كيفنا احنا مثلا على مستوى المنتخب التونسي. نجم نعمل الفارق على مستوى الانديفيديلتي عن طريق مساكني ولا سليتي، هما بتتر الشيء هذا ناقص على مستوى المنتخب المصري. الحاجه الباقيه في المنتخب المصري كرة الثابته، كرة الثابته قويه برشا المنتخب المصري على مستوى الكرة الثابته، على مستوى الدفاع خاصه في غياب الحجازي، هون نجم نلقاو نقولوا احنا الثغرات اللي نجم نعمل بهم الفارق. تكتيكيا احنا افضل بكثير، حتى على مستوى في على مستوى المواجهات التاريخيه احنا ديما افضل بكثير من المنتخب المصري على المستوى التكتيكي. هون شنو هو العامل الاخر؟ عامل الروح والثقه مهمين جدا في المباراه هذه بالنسبه لي انا. لازم الثقه تكون موجوده كبيره برشا للمنتخب التونسي باش نجم نتعديه المباراه النهائيه. على مستوى المغاربه ما عندناش مشكله احنا كمنتخب تونسي لان احنا افضل منهم تكتيكيا، وهذا نجم نكون صالحنا. كريم، هل تتوقع انه باش تكون فما تغييرات على مستوى التشكيله بتاع المنتخب الوطني التونسي، خاصه في الخط الخلفي بقدوم منصار الطالبي وربما الجاهزيه البدنيه لجسر الخميري؟ لا ما نجمش، لانه احنا بالنسبه لنا على مستوى الدفاع مش تقول لي انت باش تلعب بتروح، لا ما نتخيلش، ما يكون مش تكون تغييرات كبيره، مش تكون نفس التشكيله براتيكمون، يعني ليفا ومرياح وحميد على اليسار ودراجر على اليمين، فرجاني وغيلان، مساكني، سليتي، حنبعل وسيف الجزيرة. جكروا هذه هي التشكيلة باش تكون موجودة ما غير ما نتفلسف. هذه هي نقولوا احنا التشكيلة اللي تنجم إكليبري نقص شوية، نقولوا احنا على مستوى وسط الميدان بالنسبة لي انا كنت نجم نفضل ان اللاعب حنا بعض مع فرجاني ولا غيلان والمساكني، ونحط ملاعبي اخر نستغل المساكني على الطرف ونلعب بالعربي ورا لاتاكون. هوني حتى على مستوى تحويذ الكره نكونوا افضل بكثير. علاش؟ لان حنا بعض سان جوار جينيرو بيتحرك برشا يمين ويسار وكل شيء، ويغطي لك ديما النقص الدفاعي على المستوى التغطيه الدفاعيه ممتاز جدا. المساكني لازم تلقاه حبه من حبه وكره من كره. اليوم راه لو سول جور اللي نجم يعمل لنا لا ديفيرونس سي المسيك. ما قلتلكش انا لعبوا تيتولير، نجم تلعبوا دي مينوت، نجم تلعبوا 15 مينوت، مي الملعب هذا مهم جدا على مستوى المجموعه، على مستوى انه ثقه الملاعبين فيه برشا، تان ليدر، ان جوار بوزيتيف في على مستوى المجموعه، مش كيما لعبت قاعده تقول عليه، وما عندناش منه، لازمنا نستغلوا على الاقل بهذا في ظروف معينه. دونك المدرب المساعد لنادي هذه الصفاقسي عبد الكريم النفطي يتحدث عن جمله من المواضيع، جمله من النقاط حول مواجهه مصر وتونس. امين، توافق عبد الكريم النفطي كيقول انه احنا افضل تكتيكيا على المنتخب المصري؟ نوافقوا في حوايج ما نوافقوش فيهم. من الحوايج اللي نوافقوا فيهم انه تكتيكيا صحيح احنا تاريخيا تكتيكمون خير منتخب مصري، خاطر فما يافي بوكو دو فوا وين كان المنتخب المصري فنيا خير منا، وما نجمش يتغلب علينا، خاطر ديما احنا مشهورين بالانضباط التكتيك، وسورتو كي وقت يساجي دي ديربي مع مصر مع الجزائر مع المغرب اون ريبو معناتها بوزيتيفمون سو البلان تكتيك. نوافقوا في الشيء هذايا، نوافقوا في لابور نتاع يوسف المساكني، لكن ما نوافقوش وقت يقول احنا جماعيا ماناش باين، خاطر احنا اذا نجحنا في المباريات الفارتين انه جماعيا كنا متميزين سورتو في عمليه الضغط. وين جماعيا ما نشبهين؟ جماعيا ما نشبهين وقتها في البارتي الاخيره نتاع الميدان نتاعنا، معناتها من الزوم معناتها كي نوصلوا بلوك با اي وقتها نطيحوا ياسر تاني نوليو خايبين، ياسر نوليو خايبين بصفه غريبه، يا بوكو دو بانيك، برشا غلط، مي الفوق متميزين ولا بروف سور بلون معناتها ديفونسيف، وقتها ضغطنا على المنتخب الاماراتي وضغطنا في مباراه عمان، ضغطنا توفقنا وجبنا ليزوكازيون باهين على المستوى الجماعي، على خاطر وقتها حبينا ان نمشيو دان كوتي لوتر بسرعه باش نخلقوا معناتها التفوق العادي على جنب، نجحنا وهذا عمل جماعي. فرديا عندنا دي زانديفيدواليتي اللي نجموا يعملوا الفرق. نوافقوا زاده وقتها يحكي على غياب حجازي، لانه حجازي ما تحب ولا تكره ستون بياس ميتريس في الدفاع المصري، احسن مدافع معناتها في المنتخب المصري، اذا يكون مش حاضر سبب معناتها كوزي بوكو دو بروبليم المنتخب المصري، وشي عاوننا احنا برشا.
باش يقول الاشكال الوحيد للمنتخب التونسي كومون كونتونير معناتها لي دو ميليو تيران فتحي وسولية اللي هما نقطه قوه المنتخب المصري. زوز ملاعبيه يلعبوا بعضهم في الاهلي المصري، زوز ملاعبيه متكاملين، زوز ملاعبيه الكور الكل تخرج عليهم، دو جوور هما معناتها سون دي جوور كي اكسيلير لو جو في المنتخب المصري. هيك الاشكال الوحيد سي اون اريفا كونتونير معناتها لي دو جوور هذوما، نتوقع انه مش باش يكون خطير برشا المنتخب المصري عليهم. ايه كابتن سفيان، توافق كريم النفطي كي يقول حب من حب وكره من كره يوسف المساكني الوحيد اللي يصنع الفارق وبلاعب شئنا ما بينا ما عندناش منه؟ ما نوافقوش، حسب رايي اللي مساكني هو لاعب في وسط المجموعه. المساكني كان دون لو طون معناها كان يعمل فارق في المنتخب التونسي. المساكني تو يمر فتره صعيبه برشا، من الحمد لله اللي معناها في البطوله العربيه هذه معناها بدا يلقى في المستوى نتاعو. لكن باش نقول المساكني حسب رايي انا لتو ما استرجع الامكانيات نتاعو اللي نعرفوا بها يوسف المساكني، رغم انه كان ناجح، رغم انه كان ربما يوسف المساكني كان ناجح على مستوى لقينا الحل معه ولا يمكن مستوى فردي. المستوى الفردي وسيتان ليدر يعرف ياخذ المجموعه تحس به معناها المجموعه معناها واخذها. هنا توافق كريم النفطي، هنا نوافق الاماكن وقت وقت كريم النفطي يقول اللي هو باش معناها سيتان معناها ملاعب يعطي يصنع الفارق، يصنع الفارق. انا ما نوافقوش معناها حسب رايي المنتخب التونسي قوته في الجماعيه نتاعو. المنتخب احنا كيما تعرف المنتخب التونسي من اصل الدنيا، المنتخب التونسي القوه نتاعو الجماعية. في الجماعيه نتاعو معناها خلقنا فرديات عام 78 حماد العقربي وطارق ذياب، اما بعد هذاك جا اسكندر سوايح، جا زبير بيا. اما حسب رايي بعد المجموعه هذه ما ثم قوه المنتخب هي في اللعب الجماعي. اللعب الجماعي هو كان يحب يحكي على الفرديات مقابل الفارطة سي حنبع المجدي كديبلوكي. حتى نرجعوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي اكيد. نحب نذكركم بالعرض نتاع دارتي، تنجم تخلصوا التلفزه على 6 مرات من غير انترنت بالكارتا دارتي بلوس اللي تلقاوها في دارتي كارفور مرسى، دارتي مول اوف سوس، ولا دارتي بوان تي ان مع دارتي اتهنى. دونك مازلنا نحكيوا على مقابله المنتخب المصري والمنتخب الوطني التونسي. نعاود نذكر 31 328 330 الساعة الثانية، كلمونا واعطيونا أراءك بتاعكم وأراءكم بطبيعة الجماهير التونسية تهمنا قبل مواجهة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري. تحدثنا على تونس باش نحكيو بطبيعة على منافس منتخب الوطني التونسي، منتخب المصري، منتخب الفراعنة، وأكيد سعيد وسعيد جدا يكون حاضر معنا في المباشر زميلنا وصديقنا الإعلامي المصري بقناة الزمالك محمد أبو العلاء. كابتن محمد مساء النور. حبيبي كابتن محمد، ازاي صح عامل ايه؟ طبعا وتحياتي للضيوف حضرتك في البرنامج وتحياتي للشعب التونسي الشقيق كله. طبعا شكرا كابتن محمد. فقط لو تسمع فيا كابتن محمد نحاول ربما نغيروا المكان باعتبار انه نوعيه التغطيه ماهيش جيده لحد الان، نحاول نغيروا نوعيه المكان باش يكون الصوت واضح 100% بالنسبه للساده المستمعين. ويهمنا برشا اكيد ارائك على مستوى المنتخب المصري ويعني عديد الاخبار. كابتن محمد تسمع فينا؟ أنا سمع كويس جدا، أنت سمعني؟ لا أنا مش سامعك، يعني نجم نعاود مرة أخرى نادر، نعاود نتصلوا بكابتن محمد مرة أخرى باش يكون الأمور التقنية باهية به. بالنسبة للحين تحصلوا على المنتخب على محمد أبو العلاء، المنتخب المصري لهنا يعني عندنا كما نقولوا الأسبقية أمين على مستوى المواجهات التاريخية ما بين تونس ومنتخب المصري. هل أنه المواجهات التاريخية هذه على المستوى المعنوي قادرة على الإضافة؟ لأنه دائما نحكيه على المواجهات التاريخية، اليوم نحكيه على أرقام سابقة تنجم تعين في المستوى المعنوي. أنت ملاعب كرة وسفيان ملاعب كرة ويعرف شيء هذا، يكون عندك أسوندون على الكيب الأخرى. وين هنا الأسوندون معناتها وين ينجم يعاون المنتخب التونسي؟ خاطر تحب ولا تكره احنا نوسوم أوندر جيمي البيت نوار بتاع المنتخب المصري، حتى في أخيب حالاتنا المنتخب المصري ما ينجمش يفوز علينا. وين؟ وقت نقعدوا نعاودوا تتعاود الكلام هذا ويتعاود في الميديا المساره ويتعاود برشا مرات معناتها في العالم المصري. ينجم كيلكو بار كيما ينجم ما يكونش، اما ينجم زادا يخلق شويه ضغط على المنتخب المصري، خاطر احنا اون كيلكو سور نعاودها عقده للمنتخب المصري، لانه حتى في أسوأ حالاتنا والمنتخب المصري بدا مدجج بالستار نتاعو يلقى صعوبات كبيرة معانا على حتى نعرفوها. اسكو المعلومة هذه اكيد